السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنراجع مع حضراتكم الفوكاب بتاع يونت 6. ماشي يا غالين، أول جملة عندك في نمبر 1 أو السؤال على طول، يو كان يور أون تايم تيبل. تايم تيبل تاخد ميك. إحنا كنا قلنا إن كلمة دو معناها يؤدي، معناها يفعل، ميك معناها يصنع. هل حضرتك هتصنع جدول معيد ولا هتأديه؟ لا هصنع طبعا. مين اللي رسم بقى وعمل صياغه والكلام ده كله؟ اهو حد صنع الكلام ده، تبقى عندك كلمه ميك طبعا. في رقم اتنين وش على طول كده، I am only a few hours of work. work العمل، ما هو الصناعه، انت مش بتصنع العمل لكن حضرتك تؤدي هذا العمل. work كلمه job، house work، واخد بالك انت، كلمه task تاخد كلمه do. خليك فاكر اصله كتب لي a few hours، يا سيدي بيلف من الشارع التاني ضحك عليك. طبعا تاخد كلمه do عندك، يبقى doing عندك اخر اختيار. في رقم خمسة، the manager طبعا asked him if he was، ماشي، عشان برضه نجاوب على الستة عشان ما ننساش. المدير asked him if he was، طبعا اذا كان هو ايه forward. بص يا جماعة، عشان برضه دي حتة الناس بتتلخبط فيها كتير قوي، كلمة at work معناها busy، معناها بيشتغل. he is at work يعني هو شغال مش فاضيلك. available for work يعني فاضي، سواء شخص سواء مكان سواء الموبايل ده هو سواء الكمبيوتر اللي قدامي ده كده، اي حاجه دي اسمها available for يعني فاضي ينفع يستعمل على طول كده. وش at work معناها busy، at work معناها busy، اتفقنا؟ دي الجمله عندك رقم خمسه. في رقم طبعا سته، remind. remind يا جماعه معنى يذكر، remind بمعنى يفكر حد بحاجه. remind، remind دي معناها حاجتين، والله فلان ده يا اخي بيفكرني بعادل امام، يعني هو شبه عادل امام، يبقى هي ريمايندز مي اوف عادل امام. الله يا اخي سبحان الله، اخوك ده شبه حد كان معايا في الجامعه، يبقى يور براذر ريمايندز مي اوف سام وان اي نيو ات يونيفرستي مثلا. وريمايند يجي معاها اوف برضو لما تجيب معاها ناون وتقول حد فكرني، لو سمحت ما تنساش تبقى تفكرني بالميعاد الفلاني، يبقى بليز ريمايند مي اوف ذا ديت بتاع ما اعرفش كذا، واخد بالك انت؟ ولما اقول لك فكرني اعمل حاجه، ريمايند مي تو دو الحاجه الفلانيه. هتيجي تقول لي طب ما في الجمله دي احنا ممكن نختار كلمه تيل، بس روح على اخر الجمله هتلاقي كاتب لك اي ويل فورجيت، انا هنسى لو انت ما فكرتنيش، مش لو انت ما قلتليش. لا طبعا، دي كلمه ايه؟ ريمايند. ريمبر معناه يفتكر، معناه يتذكر. ريمبر معناه يتذكر لوحده. ماشي يا شباب، في رقم سبعة، بص يا هندسة، although she does not have time for much، الرغم ان ما عندهاش وقت لإيه كتير، كويس كده، she is very healthy، ما شاء الله صحتها حلوة، exercise. دي حد سأل فيها واحنا ايه، مكتوب عندنا اهو، exercise يا مولاي معناه حاجتين، التدريبات البدنية غير الرسمية، ده راجل بيلعب كورة مع نفسه هو أصحابه، ده واحد بيتمشى على البحر، ده حد عنده عجله في البيت بيركب عجله كده مشايه، كلام اسمها اكسرسايز، بتعمل حبه ستريتشز ما اعرفش الكلام ده، هو حبه بقى الايروبكس الكلام ده اسمها اكسرسايز. ادي واحد اكسرسايز معناه التاني، ماسك لك مساله فيزياء وقعت شعرك، ده اسمه اكسرسايز، اتفقنا يا اخوانا؟ بتحل حبه اسئله صح وغلط ما اعرفش في ماده ايه الى اخ الى اخ الى اخ كده وكده، نسميه اكسرسايز. تريننج تدريب، تعليم، علشان سعادتك تبقى دكتور محتاج تريننج، مش محتاج اكسرسايز طبعا. ترين تدريب يعني تعليم، ادي رقم واحد. تريننج معناه تدريب يعني تعليم مهنه وظيفه حرفه. تريننج التدريب الرسمي، فلو حضرتك بتتمرن سباحه في النادي يبقى عندك كل يوم كذا وكذا وكذا سويمنج تريننج مثلا، يعني تريننج دي لما يكون عندك تدريب الحاجه الايه الرسميه. ادي حاجه. براكتس ممارسه، يعني ممارسه تكرار عمل شيء معين، احنا كتبنا كنا كاتبين على السبوره براكتس ميكس بيرفكت، مش اكسرسايز يا اخوان ولا تريننج، براكتس يعني تكرار عمل الشيء، لما تعمل حاجه كل شويه وتكررها ده بنسميه براكتس. واحد عاوز يغني، اقعد يا عم غني مع نفسك، قول بقى ما اعرفش على مقام ايه ومقام ايه ومقام ايه، براكتس. واحد عايز يتعلم يركب عجل، يلا اطلع على العجله وروح وتعالى ويجي وقطع لك كام بنطلون وخد لك كام غرزه عشان تعرف تركب عجل، ده نسميه طبعا ايه براكتس. يلا عايزه تطبخي، خش بقى عكنا قطايف بالمشمش، واخد بالك انت، او احشيها لنا بقى امر الدين مثلا، يعني تبقى حاجه يعني معناها بلا ربنا، اتفقنا يا اخوانا؟ ده الفرق ايه ما بينهم، تمام. دي الجمله اللي هي كانت رقم سبعه. الجمله رقم 10، it is good to do، بص بقى، كويس انك تأدي exercise
تمارين اكيد منتظمه. الجمله محتاجه ايه يا مؤمن؟ الجمله محتاجه صفه ادجكتيف. يبقى انا مؤمن ده مش مؤمن حد من زمان، انا بقول كلكم مؤمنين ان شاء الله. طبعا ده ايه بقى؟ تبقى عندك كلمه ريجلر عندك اللي رقم دي منتظمه. ماشي. في رقم 12 بسم الله الرحمن الرحيم، تيك اب يشغل، قلناها قبل كده مع الدرس سابق لينا، تيك اب مع عائشه عبد الرحمن الله يرحمها. تيك اب يشغل وظيفه، حيز من الفراغ، حيز من الوقت. تيك اوف كان ليها 5 معاني، تقلع الطائره، يخلع ملبسه وحذائه. تيك اوف معناها يقلد، تيك اوف كمان كنا معناها ياخد اجازه، تيك اوف معناها ينطلق ينجح، تيك اون يتولى عمل شيء. دي اللي موجوده عندك، دي اللي موجوده عندك. حمدي طبعا في ريتاير، دي متعب، ودي جمله كتير بنرسها على فكره، عمنا كسلان طبعا. تو تيك اون ان هو ايه؟ تولى مسؤوليه طبعا. تو نيو بروجكتس ات ورك في العمل. في رقم 14 البراذر از فيري سوشيبل، سوشيبل شخص اجتماعي، يألف ويؤلف. سوشيبل شخص اجتماعي، يألف ويؤلف، حبوب يعني الناس تحبه كده وتبقى الدنيا بيس معاه، واخد بال حضرتك؟ اما سوشيال اجتماعي. فالطلاق الظاهره البشعه اللي انتشرت منذ عشان الرجاله بقى مش رجاله اصلا يعني، دي اسمها ايه؟ سوشيال بروبلم. السوشيال بلاش، انت فاكر راسندي لما كذب على روز قال لها ايه؟ قال لها ان هو رايح write a book about the social مش sociable طبعا social problems in the Alps. اتفقنا يا اخوانا؟ ادي الفرق ايه ما بينهما. بعد كده عندك جمله رقم 17 there is no way، يعني ما فيش فايده، no way you must meet deadline. deadline يا جماعه ده deadline فعل ميت، يلبي او يوفي الموعد النهائي، دي كلمه ايه او الميعاد المحدد يعني. طب كلمه ايه بقى؟ كلمه ميت. في رقم 18 the company's ultimate aim، ultimate يعني اقصى او نهائي. الهدف طبعا سيد الشركه is to give طبعا its clients personal طبعا attention، اهتمام شخصي، for satisfaction لتحقيق طبعا الايه؟ الرضا والسعاده. كلمه clients عملاء، حد من زمايلنا كان بيسال ايوه الفرق بين client وكلمه customer، اللي بيشتري سلعه كاستمر، سعادتك رحت اشتريت ايه؟ مج زي ده كده اهو، سعادتك كده تعتبر ايه بقى؟ تعتبر كاستمر كده اهو. لكن سعادتك عند المحامي، حضرتك في شركه اتصالات، في معرفش فودافون الخ الخ، تبقى انت كده ايه بقى؟ تبقى انت كده كلاينت. اتفقنا يا اخوانا؟ في رقم 19 تراي تو بي بوزيتيف، خليك يا عم ايجابي. بيسيمستيك بيبل او بيسيمستيك ثوتس، الافكار التشاؤميه السوداويه الوحشه دي، will increase your worries سوف تزيد من القلق بتاعك. في رقم 25 هو كان perform، طبعا ممكن مين يقدر يؤدي ذا task of setting up camps for refugees، مين طبعا يقوم بمهمة إقامة معسكرات للريفيوجيز للاجئين. ماشي يا أحباب. في رقم 26 swimming makes me feel happy، السباحة بتخليني أحس بالسعادة، uncomfortable وإن أنا مرتاح طبعا، لان هي حاجه ريلاكسنج تساعد على الاسترخاء، ريلاكسد مسترخي، ريلاكسنج زي ما قلنا الاي ان جي جدع اسم الفعل، برافو عليك. في رقم 27 she lost her، هي فقدت ايه؟ while walking وهي ماشيه، so she held into the railings، فراحت ايه خبطه في درابزين السلم طبعا عندك، يبقى طبعا كده بالانس التوازن بتاعها. في رقم 30 your point of view rests on، rest on تقع على، زي كلمه مبنيه على بس جايه اكتف، بس تيجي اكتف مش بس بقى. هنا عندك هو بيقول لك انت وجهه نظرك مبنيه على، قاعده على عدد من الايه؟ الافتراضات، كلمه assumption طبعا افتراضات، assumptions incorrect اللي غير صحيحه. في رقم 32 عندك هنا طبعا انا عارف الجمله دي كويس قوي، هنا عندك I can't phone my mother، دي جمله كتاب الوزاره، انا مش هقدر اكلم والدتي، اشمعنى؟ because she is at work، at work قلنا في العمل يعني she is ايه؟ busy. ماشي. في رقم 33 after you walk in the mountains after our walk، بعد ما مشيت طبعا في الجبال I felt really tired، طبعا كان في الماضي وما ينفعش كلمة سفر، سفر يعاني، جيش لما سفر سفر يعاني، مش هنجيب ورا منها ايه؟ صفة، خلي بالك. ماشي. في رقم 36 36 هنا عندك ماي فريند منى، طبعا صاحبتي منى ريلي ويل دو، في حاجه اسمها دو ويل عكسها دو بادلي، دو ويل طبعا ادي كويس، طبعا دو بادلي ادي بشكل مش كويس. في رقم 40 دي اللي انا قلت لك من شويه يور فاذر ما شاء الله ريمايندز مي اوف، بيفكرني بي ا فيمس اكتر، ريمايند حرف جراها اوف، لو هتجيب اسم
حرف جر طبعا جرك تو لو هتجيب ايه ورا منها فيرب فعل في المصدر. في رقم 41 هاو ماتش، كل الجمل دي بتاعت الوزاره يا جماعه والله، ودي كانت موجوده في مذكره الشرح على فكره، عشان بس احنا بنعيد الحاجه كذا مره عشان كتاب المدرسه هو هيبقى السورس الاساسي لامتحان السنه دي وكل سنه على فكره يعني، بس سعادتك ما بتسمعش الكلام ما اعرفش ليه، حاول تسمع كلامنا عشان احنا مش هننصب عليك ولا حاجه يعني. هاو ماتش ماني ديد فريده طبعا جيت، قد ايه فلوس فريده حصلت عليها when she was working in the bank last year. دي زي كلمه earn، ممكن تكتب earn مكان خدت فلوس قد ايه، earn او get موجوده نفس المعنى. في رقم 42 ده انا قلت لك من شويه، the school library is available for، available for متاح لي، ينفع فاضي يا اخوانا، متاحه طبعا للايه للانجلش كلاس today. في رقم 43 دي برضو قلناها، it is more sociable، الامر اجتماعي اكتر when you're working in an office، sociable اجتماعي بمعنى الخلطه الالفه الود مع الناس، لكن social حاجه تخص المجتمع مش تخص الايه الافراد يا جماعه، ده المقصود. في رقم 44 if you lack، lack معناها نقص ومعناها ينقص، سعادتك تقول الاكل ده حلو اه بس ناقصه ملح، يبقى this food lacks ايه salt، او حاجه تانية يا اخي ما انت بتقول للراجل ده زي الفل بس عايز حبه شجاعه كده، عايز حبه خبره، يبقى هي lacks مثلا experience، كلمه lack معناها ينقصه. في رقم 46 stress can to fatigue and exhaustion طبعا تبقى lead to، lead to يؤدي الى ستريس، التوتر ممكن يؤدي للتعب والاعياء او الارهاق. في رقم 47 exercise is the best way to manage stress، manage معناه يدير ومانج معناها يتمكن، مانج تيجي مع الامراض والمشكلات معناه يتحكم فيها، try to manage your time بمعنى حاول انت تدير وقتك تتحكم فيه، ومانج diabetes الناس اللي diabetic اللي عندهم سكر ربنا يعافي الجميع ان شاء الله يعافي عن الجميع، يقول لك الناس دي must manage their diabetes، لازم يعملوا كنترول على المرض بتاع السكر بتاعهم، ده معنى الجمله. رقم 48 I asked the restaurant for the recipe، طبعا كلمه recipe عندك في الرقم دي معناها الوصفه بتاعت الطبخه، وصفه الطعام. في رقم 49 هنا التعبير ده احنا كنا قلناه quality time، الوقت اللي احنا بنخصصه للاهتمام بالاخرين، اطفالنا اسرنا اصدقائنا، مش اللي احنا قاعدين مع بعض اه لكن كل واحد فاتح تليفون وده فاتح فيس وده فاتح واتس وده بيتفرج على اليوتيوب وده جايب لي كرتون وعايشين كده كاننا ايه بعيد عن بعض، لا دي حاجه سميناها كواليتي تايم. في رقم 50 when he became rich، لما اتغنى طبعا he opened an account، طبعا فتح حساب في البنك الفلاني، كلمه account طبعا حساب ما ينفعش طبعا اول واحده لان عندك كلمه ان عايزه اسم مفرد. في رقم 51 ايوه she was so beautiful، ما شاء الله كانت جميله جدا، that everyone focused their eyes on her، فالناس ركزت طبعا عينيهم عليها. في رقم 53 he carried on، carry on بمعنى يستمر، carry on بمعنى يستمر في عمل شيء، فطبعا he carried on working for the same company for a long time. في رقم 54 she can deal with، مش قادره تتعامل، deal with تتعامل مع of working full time، انها شغاله وقت كامل and going to school وكانت تروح مدرسة، يبقى طبعا stresses عندك رقم سي بمعنى الضغوط التوتر اللي عليها من كتر شغلها هنا وايه والدراسة كمان. في رقم 55 the purpose of the research، الغرض طبعا purpose الغرض الهدف من research ان احنا try to find out more، find out more نجد اكتر about the cause of the disease. في رقم 56 a lack of formal education، نقص التعليم الرسمي will limit your job opportunities، هيقلل كلمة limit يقلل، كلمة limit يحد من شيء، كلمة limit يقلل ويحد من شيء، يبقى كلمة ease عشان زمايلنا اللي سألوا، كلمة ease معناها يتحسن أو يحسن يعني حاجة تخف أو يخف حاجة على حد، reduce معناها يقلل بس، reduce معناها يقلل بس، ولازم طبعا منها قلنا إيه object لازم معاها مفعول، decrease يقلل او يقل، decrease يقلل او يقل، حاول تكتب واحنا بنقول وبوقف الفيديو. limit قلنا يحد او يقلل، وكنا قلنا في حاجه اسمها speed limit، speed limit حد السرعه صح ولا لا؟ ماشي. كلمه lighten، lighten يخفف، يخفف يعني يسهل امور احد، ماشي lighten، ومعناه كمان يفتح اللون بتاع حاجه، دي كلمة ايه؟ ده الفرق بين خمس كلمات دول، ماشي؟ اسمعهم تاني هتلاقي الشرح اتقال لك. في رقم 57 if you're looking for a job you need to be طبعا flexible about where you're prepared to work، لو سعادتك
بتدور على وظيفه لازم تكون مرن، كان طبعا فليكسبل، طبعا مرن في ايه، في الحاجات اللي انت عايز تقدم ليها. في رقم 48 58 بص بقى، such as running زي الجري، زي الجري is good for your health، حاجه كويسه لصحتك. يبقى exercise التمرين البدني، المجهود البدني exercise التمارين البدنيه العاديه، جري زي ما قلنا، سباحه، كلام من ده. اما كلمه training تدريب رسمي او تدريب على وظيفه. برافو عليك. عندك في رقم 59 we can't accept your application، احنا مش هنقبل الابلكيشن بتاعك. I'm afraid you've missed the deadline، فاتك طبعا اخر ميعاد، طبعا كلمه deadline ده اخر ميعاد. في رقم 60 ادم the ache، ادم الالم in his muscles في عضلاته، and managed to finish the marathon، وقدر يكمل او ينهي طبعا الماراثون. طبعا تبع طبعا كلمه endured، رقم دي بمعنى يتحمل، كلمه endure بمعنى يتحمل. في رقم 61 don't take on، دي قلنا من شويه يتولى عمل شيء. في رقم 62 you can tell the difference، الله قلنا كلمه difference لو انت تفتكر كذا مره، قلنا كلمه difference فعلها حاجتين، make a difference بمعنى يعمل اختلاف، يحدث تغيير معنى صح، tell the difference يميز بين كذا وكذا، ماشي؟ ده معنى كلمة ايه بقى؟ كلمة tell the difference اللي عندك. في رقم 63 he as an electrician، كهربائي، ده exercise؟ لا طبعا ده training عشان اتدرب على وظيفة، مهنة، حرفة، يبقى طبعا training. في رقم 64 each problem requires different strategies، كل مشكلة requires طبعا تتطلب different strategies، استراتيجيات، خطط يعني مختلفة، and should be viewed، ولابد انها ترى، تنظر طبعا، تراجع independently بشكل مستقل يعني على حدة. طبعا بعد الفيرب سعادتك محتاج adverb بعد الفعل حالا، عشان كده عندك طبعا اول اختيار she often goes to her doctor for check ups. طبعا check ups تعمل يعني فحص يعني، طبعا انت عايز برضه صفة، طبعا كلمة regular check ups بمعنى فحص دوري. في رقم 66 hospitals are suffering because of an acute، المستشفيات بتعاني بسبب ايه؟ حاد من الدكاتره طبعا والممرضات كمان، يبقى طبعا كلمه شورتج رقم بي معنى نقص، نقص حاد من الجماعه دول. في رقم 68 تامر نيفر جوز اون ا بلين، تامر طبعا ما بيروحش ابدا، ما بيركبش طياره، هي سافرز فروم، هو بيعاني من ا اوف فلاينج، طبعا يبقى فير، فير اوف فلاينج طبعا خوف من الطيران. في رقم 69 مودرن تكنولوجي مينز، هذه التكنولوجيا طبعا معناها ايوه that some people can be at work، الناس ممكن تبقى في العمل wherever they are، اينما كان، يعني ممكن تبقى انت في البيت وشغال زي ما انا شغال معاك دلوقتي مثلا يعني، ماشي؟ ده معنى كلمه at work احنا قلناه. طبعا sometimes there is a lot of competition، احيانا في كتير من المنافسه between children for their mother's attention، ما بين طبعا الاطفال عشان يجذبوا انتباه الام، كلمه competition مسابقه او منافسه او تسابق زي ما كنا قلنا قبل كده. في رقم 72 ماهر became jealous، حلوه الجمله، ماهر بقى غيور، جيلس طبعا غيور، لما الكارير المهنه بتاعت فيها طبعا started taking off، انطلقت يعني نجحت، وان تيك اوف ينطلق في الحياه يعني ما شاء الله ينجح يبقى حاجه كده عظيمه. في رقم 74 I can't disturb my friend، انا مش هقدر ازعج، disturb طبعا يزعج صديقتي، طبعا because she is at work، لانها في العمل يعني هي busy زي ما قلنا. في رقم 75 ده عنوان اليونت، السؤال ده جميل جدا لانه استغل عنوان حطه في سؤال، وده سابقه كانت حاصله او كده في الثانويه العامه. هنا عندك is necessary ضروري، يبقى work life balance، work life balance التوازن طبعا ما بين الحياه والعمل. في رقم 76 you have to be flexible، لازم تبقى مرن طبعا، flexible مرن، حتى بص بص change your mind when it is necessary to do so، يعني غير رايك لما يكون ضروري انك تغير رايك، ما تبقاش كده يعني متشبث برايك، ما بالك انت كده حد ايه حجره. هنا عندك في رقم 77 I take my laptop with me، باخد اللابتوب بتاعي معايا. I go يبقى طبعا wherever، اينما اذهب، في اي مكان، طبعا wherever دي اينما اذهب. في رقم 78 هنا عندك my father works for، well my father works freelance، بابايا شغال فريلانس مستقل، طبعا he does the accounts of several companies، بيعمل حسابات شركات طبعا عديده. في رقم 81 the problem with human rights organizations، منظمات، المشكله في منظمات حقوق الانسان، is that مشاكل انها كذا.
عندك في 83 the new employee will need to have. طبعا الموظف الجديد هيحتاج ايه في الوظيفة؟ يحتاج تدريب رسمي، يتعلم مهنة طبعا، يبقى اكيد طبعا تريننج مش اكسرسايز طبعا، وما ينفعش براكتس يا اخوان. احنا قلنا براكتس معناه التكرار، لكن انا هديله تعليم. مع نفسك كده اهو، يبقى ترجم تريننج معناها تعليم، وتريننج معناها التدريب الرسمي بتاع الكورة والباسكت الى اخر ايه من الرياضات في رقم، او طبعا الرياضيات يعني عندك، او الرياضات بقى الفيزيكس احنا هنجمع على الاخر. عندك في رقم 84 she isn't very ايه، هي مش ايه، she doesn't like mixing with people very much، ما بتحبش انها ميكس تختلط مع الناس كتير، طبعا هي طبعا شخصيه مش سوشيبل مش اجتماعيه. في رقم 85 we all suffer from، كلنا بنعاني من ايه؟ because we all have too much to do every day، يعني عندنا كتير نعمله كل يوم. طبعا طبعا سعادتك كده بتعاني مش من المرض ولا من الالم، لكن بنعاني من الايه؟ والضغوط بقى، التوتر ورايا وعندي وعايز اخلص. طبعا عندك ستريس رقم دي، بالمناسبه عندك ستريس ولا لسه؟ عينيك كده حواليها ارهاق ولا ما شاء الله بتنام ملء الجفون؟ قلبك بيدق كده سرانسي ومستكانيوس، ولا حسيت بالخوف والرعب؟ لو ما حسيتش بالخوف والرعب اللي يدفعوك للعمل، يبقى انت سوري جبلة بصراحة يعني، انا اسف يعني، احنا فطرنا يعني، اللهم اني صايم، واخد بالك انا ما حددتش حد، لكن لحد النهاردة لسه مش خايف على مستقبله، ومش بيهري كده وبينهش في الكتب نهش مش ياكلها يعني، بيقطعها كده من كتر المذاكرة، ده كده بني ادم يعني اكيد جواه مش احساس خالص يعني، ده حد يعني رضع ما يسعه ممكن يعني. بعد كده عندك في رقم 5 قلنا في رقم 6 عندك 80 there was a mark on the white shirt، كان في علامة على القميص بتاعي، طبعا عشان كده ايه بقى I took it off، فطبعا انا خلعت القميص، take off بمعنى يخلع، ما اعرفش مين سأل السؤال الحنين قوي ده. عندك في 87 I didn't sleep well last night، بيقول له انا ما نمتش كويس امبارح بالليل، قال له يا راجل is that why، يعني هنا هل هو السبب؟ احنا قلنا كتير يا اخوانا ان كلمة reason ممكن ما تكتبش، that's why يعني that's the reason why، بس ادي القصه كلها ماشي. في رقم 88 at particular height، على ارتفاع معين the spaceship سفينه الفضاء from the rockets ايه من الصواريخ انفصلت، طبعا تبقى separate، واحنا قلنا كلمه separate يفصل او ينفصل عن، وطبعا حرف جرها from عشان ما انساش ماشي. في رقم 89 I'm going to revise for my exams according to a timetable I have made، ده نفس اول سنه قلناه، قلنا كلمه تايم تيبل طبعا فعلها ايه؟ فعلها ميك. في رقم 91 every day I go to work، يا كل يوم انا بروح العمل، can't I take a day off، take a day off يعني ياخد يوم اجازه، زي ما قلنا كلمه take day off ياخد يوم اجازه. رقم 92 تقريبا ناس كتيره جدا سأله فيها، ودي كنا حطيناها في احد الامتحانات الشامله، والسيلز المبيعات have really taken off، take off ينطلق، المبيعات انطلقت يعني ايه؟ يعني بقت كتيره، يعني نجحت، زي ما سعادتك تقول يا ومنذ هذه اللحظه وانطلق محمد صلاح في مجده الكروي، يعني انطلق في مجده الكروي يعني نجح، عقبال كده التيك اوف بتاعك يا رب ان شاء الله. عندك في رقم 94 دي نفس الجمله بتاعت الوزاره هير سبورتس كارير توك اوف، مهنتها الرياضيه انطلقت يعني نجحت after she won the competition، من ساعه ما فازت بالمسابقه. في رقم 96 I wish you wouldn't talk about this matter again، لو سمحت ما ايه بقى ما تكلمنيش تاني في الموضوع ده، whenever I forget، وانا كل ما انسى you remind me، انت تفكرني بالموضوع الفلاني، لكن طبعا مش كل ما انسى انت تفتكرني، ازاي يعني؟ طبعا لا طبعا ريمايند ايه؟ ريمايند مي ماشي. الاسئله عندك بتاعت طبعا لونج مان، او الجمله رقم 2 دي نفس الجمله كانت معانا رقم 2 برضو في الاسئله الثانيه، وايم اونلي طبعا 8 اورز ورك ا داي، ورك طبعا فعلها دو عشان عندك بقى اخترنا دوينج عندك رقم بي. جمله رقم 3 نفس القصه، كلمه ورك عندك الاخيره دي ناون، عايزه طبعا ايه معاها؟ عايزه ادجكتيف يا اخوانا، عايزه صفه يا احباب، عايزه صفه طبعا طبعا كلمه ريجولر، وما ينفعش جراديوال يا اخوانا، جراديوال دي معناها ايه؟ معناها متدرج، مش اسمها عمل متدرج. الجمله طبعا بتقول المشكله في انك تبقى فريلانس وركر، عامل طبعا مستقل، ان ساعتك مش دايما بتحصل على عمل ماله منتظم ماشي.
في رقم أربعة طبعا I had to make a difficult decision. كلمة decision قرار طبعا فعلا كانت make رقم دي. في رقم خمسة I cannot carry on قلنا معناه يستمر. carry on طبعا معناها يستمر في عمل شيء. جملة رقم ستة take on زي ما اتفقنا في رقم ستة معنى يتولى عمل شيء معين. في رقم تمانية I particularly أنا خصوصا أنا جدا إيه the teacher who is kind and efficient in his or her work. طبعا هنا admire أنا معجب بعجب المدرس اللي هو طيب وكفء في عمله أو عملها. طبعا أنا في رقم تسعة a deadline. ال deadline ده إيه؟ date or time by which you must finish. by which اللي عندك دي اللي معناها قبله. by هنا معناها قبل. أنا دي وقفت عندها لو انت عندك ذمة هتفتكر ده في الشرح بتاعنا. by which طبعا you must finish something اللي عنده او اللي قبله لان ساعدتك تخلص شيء معين. في رقم 10 person is friendly sociable زي ما اتفقنا من شوية معنى شخص ايه اجتماعي. ماشي يا جماعة. في رقم 12 people should get the balance الناس لازم يكون عندها توازن ما بين طبعا عملها والفري تايم بتاعها balance وتوازن. في رقم 15 when you don't sleep enough لما انت ما تنامش كويس طبعا you can feel exhausted هتحس بالايه بالارهاق. طبعا عايزين ايه عايزين صفة. في حاجتين الناس سألوا فيهم برضو الفرق بين كلمة press وكلمة ايه compress. قلنا press معناها يضغط يتكى وقلنا press معناها يكوي الملابس. compress معناها يضغط حجم حاجة الهواء المضغوط اللي جوه التكييفات اللي جوه التلاجات والحاجات دي بنسميه compressed air. البراءة بقى الفايلات اللي عندك على الكمبيوتر المضغوطة compressed files ده الايه الفرق بين press و compress. في كمان حد سأل في كلمتين برضو في broad. broad يعني واسع او عريض. broad واسع او عريض لكن abroad في الخارج بره الايه بره البلد. دي الاسئلة حضرتك سألته فيها في الفوكاب بتاع الايه بتاع الكلام ده. ماشي. برضو ما تبقاش تقفل الفيديو في حد هيتكلم معاك دلوقتي يديك من نصيحه من خبرته اللي حصلت له في الحياه. سدد الله خطاكم. ما تنساش تدعي لنفسك عند الافطار. ادعي ادعي في الفطار ادعي في السحر الفتره اللي قبل الايه اللي قبل السحور قبل الفجر يعني ادعي الفتره قبل المغرب عشان ربنا سبحانه وتعالى يوفقك ويثبتك. وما تنساش ما انساش ايه ان شاء الله تستغفر كثيرا سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ما تنساش لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. ما تنساش تتعلق وتتشعبط في السماء خبط على باب ربك تفائل تفائل. من وقف على باب أعطي مفتاحه يعني اللي هيقف على باب التفاؤل هياخد باب مفتاح التفاؤل. اللي هيقف على باب التشاؤم والعياذ بالله هياخد تشاؤم. اللي يقف على باب الحزن والغم والنكد يا راجل افرد وشك واشتغل وذاكر. والكلمة البشعة اللي جاتني كتير من الناس تسأل هو انا لو ذاكرت وشديت حالي هتساوى بالآخرين كده ربنا وانت مالك يا عم انت يا جدع انت مالك. ربنا سبحانه وتعالى صاحب الملك يؤتيه من يشاء يساوي ما يساويش وانت ماشي. الله سبحانه وتعالى جل في علاه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. الله سبحانه وتعالى كريم جواد عفو غفور غفار. الله سبحانه وتعالى أسماؤه الحسنى وصفاته أو صفاته سبحانه وتعالى وصفاته العلية وأسماؤه الحسنى كلها أو أغلبها هتلاقيها على صفات مبالغة. فالله سبحانه وتعالى لا يحده زمان ولا يحده مكان وليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. فحضرتك اشتغل اعمل عليك توصل فين إن شاء الله توصل للنجاح والفلاح والمجموع العالي وربنا هينصرك. دول كلمتين مني ليك بقالك كتير ما شفتكش وحشتونا والله. وفي حد برضه هيكلمك عشان برضه يزقك لقدام. الله المستعان. سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك واتوب صباح اليك. الخير أو مساء الخير على حسب الوقت اللي تسمعه في الفيديو. أنا إستر فايز أولى طب بشري من طلبة مستر محمد يعود 2019. كل سنة وانتم طيبين الأول ورمضان كريم وإن شاء الله السنة الجاية تبقوا في الكليات اللي انتوا عايزينها. أنا عارفة إن الوقت اللي احنا فيه ده صعب وكل حد بيديك كلمة تحطمك من ناحية وانت أساسا متحطم نفسيا. الكلام لطلب التالتة ثانوي. بس لأ اجمدوا اجمدوا عشان خلاص هانت. انت قربت من حلمك. انت خلاص يعني تعب السنة كله متوقف على الشهر اللي انت فيه دلوقتي. بجد تعبوا 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 على قد ما تقدروا علشان بجد السنة دي هي أهم حاجة في حياتك. مش هقول الكلام ده لأن خلاص احنا في النهاية بس يعني
حاولوا حاولوا بجد ان انتوا تعملوا اقصى ما عندكم عشان الفرحة حلوة قوي، هتفرحوا اجمل فرحة في حياتكم، فرحة مش هتشوفوها تاني في حياتكم، هتفرحوا اهلكم بيكوا، هتشوفوا انجازاتكم في عينيهم، هتشوفوا فرحتهم بيكوا في عينيهم، بجد هيفرحوا بيكوا جدا ومدرسينكم هيفرحوا بيكوا جدا. اعملوا اللي عليكم عشان الفرحة حلوة وتستاهل، اللي انت بتتعب له مستاهل التعب بجد، اتعبوا عشان تلاقوا، ربنا هيديكوا بجد، ربنا ما بيضيعش تعب حد. اتعبوا وذاكروا وحلوا امتحانات كتير 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 على قد ما تقدروا، وربنا معاكم وهيقويكم وهيسندكم، ما تسمعوش كلام اي حد يحبطكم، انتوا لسه معاكم وقت، لسه معاكم، احنا لسه في اول رمضان، عدى منه 3 ايام او يومين، يعني حاجة، انت معاك وقت محترم، الناس اللي فاضل لها حاجات تخلصها، والناس اللي خلصت تراجع، واللي فاضل لها حاجات بتخلصها تحل معاها امتحانات مهمة جدا، امتحانات الثانوية العامة، وتاني وتالت وعاشر، اتعبوا علشان الفرحة حلوة وتستاهل. بس ربنا يقويكم، واحنا معاكم في اي وقت لو عوزتوا اي حاجة مننا، ان شاء الله نتواصل معاكم ونكون في خدمتكم على طول. شكرا.